صباح الخير. سيارة جديدة ومزاج جديد. الآن مو أمريكي، جبنا لكم نيسان. نيسان سيدريك موديل 98، ماشي 285 ألف كيلو، وارد الحمراني. تعالوا أوريكم الموتر، جميل، أبيض من جوا رصاصي. موتر ما شاء الله تبارك الله، حتى قطع غياره متوفرة ورخيصة. واللي يسوق النيسان سيدريك يعني 98 زي ما شرحنا، سيدريك 6 سلندر واستخدام يومي، يعني شغل وامشي، شغل وسافر، مكيف شغال ما شاء الله تبارك الله. شيء جديد نبغى نغيركم شوية عن الامريكي، نوريكم الداخلية. طبعا بنوريكم السيارة بنسوقها ونرجع نوريكم الاشياء البسيطة، الملاحظات البسيطة جدا فيها ان شاء الله. من جوا مخمل، الداخلية ما شاء الله تبارك الله، اذا مو 10 من 10 9 من 10. لا يوجد مشاكل في الطبلون، لا يوجد مشاكل في السيت، ما شاء الله تبارك الله. اوريكم الحين اسفل السيارة، اوريكم دقيقة بس، هذه الشنطة هنا، اوريكم الماكينة. هذه الماكينة 6 سلندر، عندكم البليتة موجودة حقت الوكالة ما شاء الله تبارك الله، عندكم الاستكرات، بعض الاستكرات موجودة في عندكم الكبوت البونيت ما يوقف، المساعدات اللي هنا يبغى لها تغيير او اصلاح احتمال تغيير، بس عادي تقدر توقف العصا. هذه السيارة بالكامل ما شاء الله تبارك الله، كومبرسر شغال ولا يوجد اي مشاكل. طيب فتحنا لكم حتى التانكي، تعالوا نوريكم الشنطه. دقيقه، تقدر تقفل هذا الموضوع هذا عادي. نوريكم الشنطه، بسم الله. هذه الشنطه استبنى طبعا هنا، هذا الاستبنة هنا، لاحظ شيء بسيط هنا، كروماته لا يوجد مشاكل ولله الحمد، يعني بالكامل على السيارة. دحين أوريكم أسفل السيارة ما شاء الله تبارك الله، لا يوجد تهريب، لا يوجد مشاكل. هذه السيارة من هنا من أسفل، أحاول قدر المستطاع نوريكم كل شيء من أسفل. بسم الله، نوريكم جهة الماكينة، هذه من جهة الماكينة هنا، ومثل ما قلنا موديل 98 نيسان سيدريك 6 سلندر ماشي 285 ألف كيلو، ما مشى صحيح، سيارة سعودية واردة الحمراني. نبين لكم بعض الملاحظات اللي في الصبغ اللي هنا. طيب السيارة اللي يبغى يعرف ايش فيها، ملاحظات جدا بسيطة يعني ما تذكر، اللهم اللي فيها رش فقط الشنطة والتندة والكبوت هنا، وعندكم رفرف. طبعا ليش تم الرش؟ فقط لانه البويه كانت الصبغ الاصلي كان يطير خفيف، يعني حتى لما تغسل يعني مثلا غسيل السياره يعني كومبرسر هواء قوي البويه تطلع، فصاحبها بس للحفاظ عليها رشها فقط، فما يوجد اي معجون او اي مشاكل في السياره او اي حوادث لله الحمد. نحاول اذا في ملاحظات نبينها لكم، اشياء بسيطه زي هذه هنا، شيء بسيط من هنا، زي التتشب سميه احنا، نسميه تلقيطات. شيء بسيط من هنا زي انتم شايفين. الان ناخذ لفه
في السيارة ونرجع لكم. خلوكم معنا. الآن نشغل السيارة إن شاء الله ونأخذ فيها لفة وراح تطلع معنا. هذه نسميها لفة المتابعين. خلوكم معنا. بسم الله ما شاء الله. جاي العادي 5 غيار. حياك. بسم الله ما شاء الله. قفل قفل. بسم الله. مكيف شغال، مكيف يبرد، كل شيء، جيجات تعمل يعني في السيارة. طبعا جيجات عندك عداد حرارة وعندك عداد بنزين وعداد سرعة. الكاسيت هنا بس الشريط يبغى يعني يطلع، حاليا ما هو طالع. بسم الله. صدرك غير عادي ما شاء الله تبارك الله. اللي يبغى يستخدم الموتر يقدر شغل وسافر، الموتر مصين وجاهز ولا يوجد مشاكل ولله الحمد. يعني صاحب الحالي يستخدمه ويسافر عليه ويجي لا يوجد مشاكل ولله الحمد. طبعا انا تعودت اني اسوق كرسيدة 90 و92 غير عادي، ما تذكرني بالكرسيدة. طبعا اكيد الشكل مختلف، هذه نيسان وهذه تويوتا، بس غير عادي يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله. يلا، واللي يرغب يا اخوان يجي يشوف السيارة على الطبيعة لازم ينسق معنا قبل ما ينتهي المزاد. يعني ترغب تزود على السيارة هذه راح نحط لكم ارقام التواصل، اتصال وافضل شيء واتساب، يتطلب عربون المزايدة، كذلك العربون المسترجع في حال لم يتم شراء السيارة. والعامل قفل علينا بس دقائق الحين نفتح الباب. يومين ان شاء الله صورنا لكم كذا فيديو، والارقام راح تكون موجوده ان شاء الله للتواصل. طريقه المزاد طبعا اونلاين عن طريق الواتساب او الاتصال. نوريك الفيديوهات والصور بالكامل. نقدر نقول لك داخل السعوديه ونشحن لك صفحه مع دفع التكاليف، خارج السعوديه بامكان انك نخلص لك السياره عن طريق احد المعقبين. واي استفسار حياكم الله. السلام عليكم.